بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الديرما بيزك ساينسز. كنا اتكلمنا قبل كده عن مجموعة من الحاجات المهمة في البيزك ساينس، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الكولاجينز. الكولاجين اللي موجودة في الجلد، إيه الاستراكشر والفانكشن بتاعتها، وإيه دورها في الهيلث أند ديزيز. وطبعا ده هيبقى بشكل مختصر مبسط قدر الإمكان، بحيث أنت بعد كده تقدر تقرأ أكتر في الموضوع ده. لما نبدأ في الأول عايزين نقول حاجة مهمة، إحنا ما عندناش بروتين واحد اسمه كولاجين، وإنما في مجموعة من البروتينات اسمها كولاجينز، زي بالظبط الكيراتينز كده عندنا، بتبقى مش بروتين واحد وإنما مجموعة كبيرة من البروتينات. فالكولاجينز عبارة عن فاميلي اوف بروتينز حوالي 28 نوع، بتاخد أرقام مختلفة، وهي من الفايبرس بروتينز. كلمة فايبرس بروتين يعني الاستراكشر بتاعها بيبقى لينير أو فايبرس زيها زي الكيراتين، وهي بتعتبر the most abundant protein in our body. طبعا هي مش بس موجودة في الجلد، ده موجودة في حاجات تانية كتير قوي، لكن احنا كلامنا هيبقى ريليتد شوية للجلد. طيب ايه تركيب الكولاجينز بشكل عام؟ طبعا زي ما اتفقنا احنا عندنا انواع كتيره من الكولاجينز. كل الكولاجينز كلها بتبقى عباره عن بروتينات، يعني بوليبيبتايد تشينز، امينو اسيدز يعني. كل كولاجين بيتكون من 3 بوليبيبتايد تشين، 3 بوليبيبتايد تشين بيبقوا ملفوفين على بعض كده، كل واحده منهم اسمها الفا تشين، وهما مع بعض بيعملوا حاجة اسمها تريبل هيليكس. تريبل هيليكس زي ما انتم شايفين كده، 3 تشينز لافين على بعض، زي مثلا بدل ما احنا بنقول الدبل هيليكس بتاع الدي ان ايه، احنا هنا عندنا التريبل هيليكس بتاع الكولاجين. طيب الثري بوليبيبتايد تشين دول او الالفا تشينز ممكن يكونوا ايدنتيكال، يعني التركيب بتاعهم متطابق من نفس التشين، نفس السلسلة، وساعتها بنسميها هومو تريمر، يعني متجانس، ثلاثية متجانسة. وأحيانا يكون فيهم اختلاف، يعني 2 مختلفين، واحدة بس المختلفة، فبيسموها هيتيرو تريمرز، هيتيرو يعني مختلف. لو احنا مثلا بصينا على الصورة دي وافترضنا مجازا يعني ان كل لون عبارة عن تشين مختلفة، يبقى ده هيتيرو تريمر كولاجين. طيب هو عبارة عن 3 بوليبيبتايد تشين، ايه بقى كل واحده منهم بتتكون ازاي؟ طبعا كل بولي بيبتايد تشين زيها زي قالب، زي اي بولي بيبتايد تشين، عباره عن مالتيبل امينو اسيدز ماسكه بعض زي ما احنا شايفين كده. لكن في الكولاجين البولي بيبتايد تشين فيها صفه ان كل ثيرد بوزيشن بيبقى جلايسين، يعني انا بشوف مثلا ايه بيكتبوها كده جلايسين اكس واي، يعني ايه؟ يعني الامينو اسيد وهي ماشيه كده بتلاقي واحد جلايسين، وبعدين 2 تاني اي حاجه اكس واي، وبعدين جلايسين اكس واي حاجتي وهكذا. معنى كده ان الجلايسين ده موجود في الموقع الثالث دايما في كل التشين، فالتشين دايما في واحده منهم معروفه، تلتها جلايسين معروف، والاثنين التانيين اي حاجه، بيكتبوا الرمز بتاعها كده اكس واي. يعني ايه اكس واي؟ يعني ممكن يبقى اليوسين، فالين، اي حاجه. لكن لو بصينا طبعا هنا هنلاقي في حاجات مشهوره قوي، زي مثلا ايه اليوسين، الهيدروكسي برولين، البرولين، الهيدروكسي برولين، الالانين، الهيدروكسي لايسين وهكذا. يبقى المعلومه المهمه جدا جدا ان الرقم 3 دايما بيبقى جلايسين، وده اللي بيخلي الثلاثه بوليبيبتايد تشين هي دي المنطقه اللي بيتقابلوا فيها، ده رقم 3 دايما. واحنا كلنا عارفين من زمان ان الجلايسين ده هو اصغر امينو اسيد في التركيب، فده بيسمح ان الثلاثه بوليبيبتايد تشين يلفوا على بعض في النقطه دي، يبقى ده جلايسين، وبعد كده اي حاجتين كمان جلايسين وهكذا. طيب الحاجتين دول اللي احنا قلنا عليهم اكس وواي فيهم نسبه كبيره جدا 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 من تو امينو اسيد مشهورين جدا، اللي هم البرولين والهيدروكسي برولين. طبعا وارد يكون في حاجات تانية، ألانين، اليوسين غيره، لكن البرولين دول والهيدروكسي برولين
دول الموست كومنلي ان احنا نشوفهم في الموقع الثاني والثالث في مكان الاكس اي والواي. وطبعا الهيدروكسيبرولين يبقى فيها هيدروكسيل جروب، ودي ممكن تعمل لنا هيدروجين بوند، والهيدروجين بوند دي تساعد على الاستابيليتي بتاع الاستراكشر بتاع الكولاجين. طيب احنا دلوقتي عرفنا كويس جدا ان كل بولي بيبتايد تشين في الكولاجين بتبقى تريبلت. تريبلت يعني الثلاثيه، الثلاثيه دي بتبدا زي ما احنا شايفين بجلايسين، وبعد كده حاجتين كمان. في بقى معلومه مهمه، هل القاعده دي موجوده بنسبه 100% في الكولاجين؟ يعني هل كل انواع الكولاجين بانواعها المختلفه بانواع البولي بيبتايد تشين اللي فيها كلها كده؟ طبعا مش كلها كده، في بعض الانواع بتحافظ على القاعده دي. يعني الاقي السيكونس ده او الريبيت ده او التريات ده بيتكرر بدقه شديده جدا جدا جدا، مفيش حاجه بتخش في النص، يعني مفيش حاجه تدخل بين الجلايسين او الاكس والواي. دي بيسموه ان انتربتد، يعني ده نوع من انواع الكولاجين بولي بيبتايد تشين نسميها ان انتربتد، يعني هو ماشي على القاعده بنسبه 100%. طيب في الناحية التانية في بعض الكولاجينز بنلاقي البولي بيبتايد تشينز بتاعتها تدخل حاجة في النص، يعني مش ملتزمة بالقاعدة دي. ممكن ألاقي هنا مثلا في أمينو أسيد تاني، أو ألاقي اتنين مثلا، فده بيبقى بيسموه interrupted. interrupted يعني حصل interruption بين الترايادز بتاعتنا دي أو السيكونس ده. طيب ده يفرق في ايه؟ يفرق في ايه في نوع الكولاجين واهميته؟ لو الكولاجين محافظ على الترتيب ده، ده بيديله قوه، بيخلي الترياد والتريبلتس بتربط مع بعض كويس، فبيخلي الاستراكشر بتاعنا ريجيد وقوي. في حين وجود اديشنال امينو اسيد بتدخل كده في النص، ده بيضعف الريجيدتي شويه، فبيخلي فيه فليكسيبيليتي في المولكيول. وبصراحة الكلمتين دول مهمين جدا جدا جدا، لأن الكولاجين أحيانا ممكن يكون مطلوب منه ريجيديتي حسب الوظيفة بتاعته، وأحيانا تانية بيبقى له جزء إن يبقى فيه فليكسيبيليتي وماليابيليتي في التيشو. يبقى إزاي نقدر نعمل ده؟ ستراكشر فانكشن ريليشن شيب، إن أنا أشوف لو التريبلت ده نوت انتربتد، ده مسؤول عن الريجيديتي، بيعمل أنواع ريجيد متماسكه، لكن لو حصل انتربشن ده بيدي شويه فليكسيبيليتي في المولكيول ويخليه مور ماليبل. طيب بالنسبه للكولاجينز موجوده فيه، طبعا احنا الكولاجينز موجوده في حاجات كتيره جدا في جسمنا، لكن احنا بالنسبه لنا في السكين هنلاقيها في الابيديرمس والديرمس الاثنين مع بعض. موجوده في الكيراتينوسايت اوف ذا ابيديرمس، وموجوده في الديرمس، واهم حاجه طبعا الفايبروبلاست، لأن دي أهم خلية في الدرمس، وهي اللي مسؤولة عن تصنيع كل الاكسترا سيلولار ماتريكس وكل الفايبرز اللي عندنا، سواء بقى الكولاجين أو غيره. طيب وطبعا لو احنا كنا أخدنا في محاضرة قبل كده البيزمت ممبرين، يعني ممكن أحط لكم اللينك بتاعها هنا ترجعوا لها. البيزمت ممبرين بيبقى الجانكشن بين اللور بارت أوف ذا كيراتينوسايت والأبر درمس، وطبعا it is rich in collagen زي ما خدنا قبل كده، كولاجين 1 و3 و4 و7 و17 وحاجات كتيره جدا. فهنا الميكس ده مسؤول عنه الابيديرمس والديرمس مع بعض، الكيراتينوسايت بتصنع جزء والفايبروبلاست في الديرمس بيصنع جزء، فده مهم جدا. طبعا البلاد فيزل موجود فيها كولاجينز، وكمان السموث ماسل فيها كولاجين. يبقى دي الاماكن بتاعتنا. ننتقل بعد كده لحاجه لتصنيع الكولاجين، وحاجه اسمها بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، يعني بعد ما الجزيء ده بيتصنع جوه الفايبروبلاست او غيره، ايه بقى اللي هيحصل له؟ طيب احنا مش هنتكلم كتير عن التصنيع في حد ذاته، لان التصنيع زيه زي اي بولي بيبتايد تشين او بروتين، بيتصنع في الريبوزوم زي ما احنا عارفين، وبتطلع البولي بيبتايد تشين كده زي ما احنا شايفينها مالتيبل امينو اسيد. ولكن بيحصل لها ايه بقى؟ موديفيكيشن، بوست ترانسليشنال موديفيكيشن. هنقسمها جزئين، جزء انترا سيلولار وجزء اكسترا سيلولار. يعني جوه الفايبروبلاست بعد ما الكولاجين اتكون ممكن يحصل له ايه؟ البولي بيبتايد تشين بيحصل لها حاجتين مهمين جدا 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 جدا، زي ما احنا شفنا قبل كده بيتحط لها هيدروكسيل جروب، حاجه اسمها هيدروكسيليشن،
وطبعا انتوا لو تفتكروا البرولين والهيدروكسي برولين، اللايسين والهيدروكسي لايسين، بنحط هيدروكسيليشن زي ما انتم شايفين كميات كبيره جدا من الهيدروكسي الجروب. ان دي بعد كده ممكن تعمل هيدروجين بوند بين المولكيول والتاني او في نفس المولكيول، ودي بتدي قوه. يبقى اول حاجه بتتعمل هي الهيدروكسيليشن، وخاصه البرولين يتحول لهيدروكسي برولين، واللايسين يتحول لهيدروكسي لايسين. دي مهمة جدا جدا جدا، الهيدروكسيليشن. طيب الخطوة الثانية هي حاجة واحدة بس في منها سب تايبس، يعني اسمها جلايكوزيليشن. جلايكوزيليشن من اسمها ان احنا بنضيف شوجر او بنضيف كربوهيدرات او بنضيف ساكرايد. يعني زي ايه؟ بنضيف الجلوكوز او الجلاكتوز، بنسمي الحكايه دي جلايكوزيليشن. يبقى احنا لما نيجي نمشي كده في البوليبيبتايد تشين، ممكن انا اخد امينو اسيد معين واحط له الهيدروكسيل جروب، او احط له شوجر سواء كان جلوكوز او جلاكتوز او غيره. فبنعمل برضو جلاكتوزايل هيدروكسيلايسيل او جلوكوزايل جلاكتوزايل وهكذا. يبقى باختصار شديد جدا جدا جدا، خطوتين بيتعملوا كانتراسيلولار بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، اللي هم الهيدروكسيليشن نضيف الهيدروكسيل جروب، او الجلايكوزيليشن ان احنا بنضيف شوجر سيمبل شوجرز زي الجلوكوز للامينو اسيد بتاعت التشين دي. طيب الخطوتين اللي قلنا عليهم اللي هم الانتراسيلولار بوست ترانسليشنال موديفيكيشن عباره عن هيدروكسيليشن وجلايكوزيليشن، ليهم انزيم مسؤول عنه. اللي بيعمل الهيدروكسيليشن حاجه سهله جدا جدا اسمها هيدروكسيليز. طبعا هيدروكسيليز في منه نوعين، البرولايل 4 اند 3 هيدروكسيليز. ده معناه كده ان بيعمل هيدروكسيليشن للبرولين يحوله الهيدروكسي برولين، واللايسين كمان بيحوله الهيدروكسي لايسين. طيب الانزيم ده بالذات او الهيدروكسيليز انزيمز دي محتاجه كوفاكتورز كتيره جدا جدا جدا، محتاجة أكسجين طبعا، محتاجة أيرن، والحاجة المهمة قوي قوي محتاجة أسكوربيك أسيد أو فيتامين سي. فيتامين سي دي هنرجع لها دلوقتي حالا. بالنسبة للإنزيمز اللي بتعمل جلوكوزيليشن سهلة جدا، اسمها جلوكوزايل ترانسفريز، من اسمها كده بتاخد جلوكوز أو جلاكتوز وتنقله للأمينو أسيدز اللي موجودة في الألفا تشين. طيب إيه فايدة المعلومة دي؟ إحنا سمعنا عن الانزيمز. طبعا الكولاجينز دي بتتاثر في امراض كتيره جدا، سواء جينيتيك بيحصل ميوتيشن في الجين اللي مسؤول عنها، او يحصل فيها اكوايرد بروبلم. البروبلم دي مش لازم تكون في الكولاجين نفسه او في التصنيع بتاعه، انما ممكن تكون في الانزيمز اللي مسؤول عن الموديفيكيشن ده. يعني لو افترضنا جدلا ان في بعض الناس بتتولد وعندها ديفكت في هذه الانزيم، ده معناه ان الموديفيكيشن بتاع الكولاجين مش هيتم، فبالتالي هو مش هيأدي الوظيفه بتاعته بشكل كويس. فدي هنسمع عنها في امراض بعد كده. ومن اشهر الحاجات فيتامين سي، كلنا عارفين لما فيتامين سي ده بيقل بيجي لنا مثلا سكيربي او بليدنج جامز او غيره. ده ليه؟ لان احنا عرفنا دلوقتي ان الفيتامين سي ده مهم ككو فاكتور للهيدروكسيليزس اللي بتعمل هيدروكسيليشن للكولاجين. فلو في فيتامين سي ديفيشنسي يبقى مفيش هيدروكسيليشن، يبقى الكولاجين ضعيف، والكولاجين ده هتلاقيه موجود في البيزمنت ميمبرين بتاع البلاد فيزل وبتاع الكابيلاريز وبتاع كل الفيزل اللي في الجسم. فيبدأ يحصل ايه ساعتها؟ يحصل سام سورت اوف فاسكولار بيربرا او بليدنج. فشوف معلومة صغيرة زي دي هتفسر لنا حاجات مهمة بعد كده. طيب احنا دلوقتي من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن يحصل، احنا قلنا ممكن يحصل دايسلفايد بوند، يعني الشين تتربط ببعضها دايسلفايد بوند زي الهيدروكسيل او الهيدروجين بوند. وخدوا بالكم دايما البوند دي ممكن تبقى بين التو بوليبيبتايد تشين، يعني بين تو بوليبيبتايد تشين كده، او في نفس البوليبيبتايد تشين عشان تدي استابيليتي او ثبات او كده. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد في الاستابيليتي اوف ذا مولكيول. طيب احنا كده خلاص خلصنا التصنيع جوه الخلية، خلصنا كمان
الموديفيكيشن بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، هيبدا بقى الكولاجين يحصل له سيكريشن، يطلع من الفايبروبلاست عشان يروح الجراوند سبستنس ويؤدي وظيفته. هو برضه بيحصل له اكسترا سيلولار موديفيكيشن، زي ما كان بيحصل انترا سيلولار موديفيكيشن بيحصل اكسترا سيلولار. طبعا الكولاجين لما بيتكون في الاول بيسموه برو كولاجين، على اساس ان هو لسه بعد كده هيحصل له كمان اكسترا سيلولار موديفيكيشن، او بيسموها البرو بيبتايد. تدخل طبعا زي ما كلنا عارفين اندوبلازميك ريتيكولام، وبعدين تدخل الجولجي تتجمع يحصل لها السيمبلي كده في فايبريل صغيره، وبعدين تخرج بره عشان يحصل لها الموديفيكيشن. ايه هو بقى الموديفيكيشن ده وايه طبيعته بالظبط واهميته؟ ده هنشوفه حالا دلوقتي. نشوف الاكسترا سيلولار. بعد ما حصل سينسيسز وبوست ترانسليشنال موديفيكيشن خرج في الاكسترا سيلولار سبيس. الصورة، نبص على الصورة أحسن، هنلاقي في الصورة الخام اللي طلعت أدي 3 بوليبيبتايد تشين، وفيهم حتت زيادة عند الأمينو تيرمينال والكربوكسي تيرمينال. ده اللي اسمه برو كولاجين، ده اللي اسمه برو كولاجين. أول حاجة بتحصل إن إحنا بنقصقص الإكزيست كولاجين ده اللي موجود يمين وشمال، فبنعمل حاجة اسمها كليفج، كليفج في الجزء اللي هو الأمينو والجزء الكربوكسي. اللي بيطلع ده بيبقى اسمه كولاجين خلاص بقى، بدل ما هو برو كولاجين بقى كولاجين. بعد كده بناخد التريبل هيليكس ده نبدأ نعمله اسيمبلي زي ما احنا شايفين كده بمالتيبل فايبرلز مع بعض، عشان بعد كده يعمل كولاجين فايبرز. وكمان ممكن نعمل كروس لينكينج، يعني نربط الفايبرز دي مع بعض عشان تبقى اقوى واقوى. طب ايه الانزيم اللي مسؤول عن كده؟ في كذا انزيم مهمين جدا. اول حاجه واهم حاجه البروتينيزس او البروتيزس اللي هي بتعمل الكليفج، اكسترا سيلولار كليفج. وطبعا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا جدا، الكليفج ده بيحصل في الناحيتين، ناحيه الامينو وناحيه الكربوكسي. فبيسموه ايه بقى؟ بيسموه زي ما احنا شايفين كده بروتينيز، في واحد ان وواحد سي، ان يعني ناحيه الامينو والتاني ناحيه الكربوكسي. وطبعا هو بيعمل كليفج للبرو كولاجين، الكولاجين الاولي، فيبقى اسمه برو كولاجين ان بروتينيز او برو كولاجين سي بروتينيز. في بعض الانزيم زي اللايسايل اوكسيديز والتيشو ترانسجلوتامينيز دي اللي مسؤوله عن الكروس لينكينج. طبعا احنا التيشو ترانسجلوتامينيز دي احنا سمعنا عنها قبل كده في الدرماتيتس البيتي فور، سمعنا عنها في السكين بارير، كمان في منها انواع كتيره جدا جدا سواء في التيشو الداخلي او في الابيدرمس، ودي مسؤوله فعلا عن الكروس لينكينج. دايما اي حاجه بتعمل كروس لينكينج للبروتينز مع بعض يبقى اللي مسؤول عنها ترانسجلوتامينيز. ترانسجلوتامينيز 1 ده كان مسؤول عن السكين بارير الكورنيفايد انفلوب بتاع الاستراتم كورنيا، وده كنا درسناه في السكين بارير، ممكن نرجع له في محاضرات الجينوديرماتوزس. وترانسجلوتامينيز الابيديرمال والتيشو ده كان له علاقه بالدرماتيتس البيتي فور. ده شكل بسيط جدا للقصه كلها، اول ما بنعمل البوليبيبتايد تشين، وبعد كده بنعمل التريبل هيليكس، وبعد كده بيتجمع بقى فايبرل، والفايبرل تتجمع في فايبرز اقوى واقوى، كل ده الحجم عمال يزيد من 1 نانومتر لحد ما نوصل ل 10 مايكرومتر، يعني كأنها أكبر. طيب نبدأ بقى ندخل دلوقتي على الكولاجينز اوف ذا سكين، كولاجينز اوف ذا سكين. الكولاجينز اوف ذا سكين مهمة جدا جدا، طبعا هي موجودة في الدرمس، هي المين فايبر في الدرمس، وهي بتمثل 75% من الدراي ويت اوف ذا درمس، يعني كوزن هي 75%، وبتمثل تقريبا التلت من الحجم بتاعه من الفوليوم. وطبعا هي في انواع كتيره جدا من الكولاجين، ودايما تبقى موجوده في صوره ميكس او كومباينيشن، انواع مختلفه زي ما هنبدا نشوف دلوقتي. طيب احنا يعني تقريبا خلاص وصلنا للجزء الاخير بقى من المحاضره، ايه هي انواع الكولاجين اللي في الجلد واهميه كل واحد، وممكن ايه الامراض اللي تحصل في الانواع دي.
طبعا كل ده ممكن نفتكره كويس قوي او نفتكر جزء كبير منه لو رجعنا للمحاضره بتاعه البيزمنت ممبرين ستراكشر، لان ده مهم جدا جدا الكولاجين اللي فيه. هنبدا دلوقتي نشوف انواع الكولاجين اللي في الجلد وكل واحد مسؤول عن ايه. هنبدا بابسط حاجه خالص ونبدا من تحت، نبدا من الديرمس. طبعا كلنا عارفين ان الابر بارت اوف ذا ديرمس بيبقى فيه الكولاجين فايبر اللي ماشيه كده، واللي هي بتبقى اخر جزء في سلسله البيزمنت ممبرين. الكولاجين دي اسمها انترستيشيال كولاجين، اسمها انترستيشيال كولاجين اللي هي الكولاجين اللي موجوده في الابر بارت اوف ذا ديرمس، ودي بتبقى نوعين من الكولاجين، كولاجين 1 وكولاجين 3. يبقى احنا اول اتنين هنتعلمهم ونفهمهم كويس اللي هم موجودين في الابر ديرمس، ترانسفيرس فايبر انترستيشيال كولاجين، دي اسمها 1 اند 3. 1 ده مهم جدا جدا، this is the most predominant collagen في حوالي 80%، و3 بيمثل 10% من التوتال كولاجين في الديرمس. يبقى اذا هما الاثنين مع بعض تقريبا 90% من الديرمس، فهم البلك الرئيسي جدا 1 اند 3. طيب 1 و3 دول لو حصلت فيهم مشاكل بيعملوا لنا مرضين مهمين جدا جدا جدا، اوستيوجينيسيس امبرفكتا، وده بيبقى معاه بون سوفتنينج وفراجيليتي، والاهلر دانلوس سندروم، ده بيبقى معاه مالتي فيتشرز. يبقى احنا بس باختصار كده 1 اند 3 موجودين في الانترستيشيال كولاجينز بتاعت الديرمس ومسؤولين عن لو حصل فيهم ميوتيشن الاوستيوجينيسيس امبرفكتا والاهلر دانلوس سندروم. طيب نطلع فوق شويه، في ستراكشر كلنا عارفينه كويس جدا اللي هو اللامينا دنسا، وقلنا ده بيبقى دنس بلاك، ودي البيزمنت ممبرين بروبر، دي بتتكون من كولاجين تايب 4. يبقى احنا 1 و3 ودي كمان 4 كولاجين 4. كولاجين 4 ده هو ده اللي بيعمل اللامينا دنسا، او بيقولوا عليه البيزمنت ممبرين بروبر، لان هي دي اقوى طبقه او الموست دنس لاير في البيزمنت ممبرين، ده تايب 4 كولاجين. موجود كمان في البلاد فيزل بيزمنت ميمبرين بتاعها. طيب نيجي بعد كده لستراكشر مهم، 1 و3 و4. في الاستراكشر ده كلنا عارفينه اللي هو اسمه انكورينج فايبرينز، اللي هي بتعمل هوكينج للكولاجين او بتتاتاش للانكورينج بلاك. الانكورينج فايبرينز دي عباره عن كولاجين اسمه كولاجين 7، دي رقم 7، ودي بقى مهمة جدا جدا جدا، تبدأ الأمراض اللي مسؤول عنها تزيد. وكل ده برضو درسناه قبل كده أو سمعنا عنه قبل كده، لو في جينيتيك ديفكت في كولاجين 7 ده مسؤول عن الديستروفيك ابيديرموليسيس بولوزا اللي هي هيريديتري ابيديرموليسيس بولوزا، وتبقى طبعا ده الديب تايب اللي بيعمل سكار وديستروفي فسموه ديستروفيك. في اوتو انتي بادي بتعمل اتاك للكولاجين 7 ده، تعمل لنا سب ابيديرمال بولوس ديزيزز، طبعا على راسهم الابيديرموليسيس بولوزا اكوزيتا اللي هي تبقى شبه الهيريديتري ديستروفيك ابيديرموليسيس بولوزا. كمان البولوس ال اي بيأثر على الكولاجين 7 او الانكورينج فايبرين، واللينير اي جي اي بولوس ديرماتوزس في منه نوع اسمه سب لامينا دنسا تايب بيأثر على الكولاجين 7. فيمكن ده اكتر واحد له ديرماتولوجيكال سيجنيفيكانس، وده ممكن يبقى موضوع مهم جدا للدسكشن. ايه كولاجين 7 موجود فين؟ طب ايه الامراض بتاعته؟ الامراض الجينيه، الامراض المناعيه وهكذا. طيب بعد كده نطلع لفوق شويه، يبقى احنا لو هنراجع كده بسرعه، الكولاجين اللي تحت ده 1 و3 اسمه انترستيشيال، الانكورينج فايبرل دي عباره عن كولاجين 7 ودي مهمة جدا زي ما قلنا، اللامينا دنسا دي عبارة عن كولاجين 4، وده موجود في البيزمنت ميمبرين، البيزمنت ميمبرين بتاع الجلد، البيزمنت ميمبرين بتاع البلاد فيزل وغيره. نطلع بقى للبولس بيمفوجويد انتيجين 2 زي ما احنا شايفين كده، ده اللي هو بيبقى جي شيبت وجاي من الهيميديزموزوم لغاية اللامينا دنسا. هو ده كولاجين اند نون كولاجين بروتين، هو ميكس بروتين، الكولاجين بتاعه اسمه كولاجين 17، كولاجين 17، وده
رابع حاجة مهمة عندنا في الجلد. طبعا ده بروتين مشهور جدا، البولد مورفوبيد انتيجين 2 اللي هو 180 كيلو دلتا. طيب ده بيحصل له افكشن في امراض مناعية مشهورة جدا جدا جدا، 3 امراض كبيرة، البولس بيمفوجويد والفاريانت بتاعته كلها، ده الكلاسيك بتاعنا، سواء كان الجستيشنال بيمفوجويد او غيره، والسيكاتريشيال بيمفوجويد، وكمان اللينير اي جي اي بولس ديرماتوزس اللامينالوسيدا تايب. يبقى هو بيأثر على 3 او بيتأثر في 3 امراض مناعية. وطبعا اللي بيفرق الابيتوب اللي بيتأثر، يعني هو لو كده من فوق لتحت كده، الجزء اللي فوق اول حتة خالص ان سي 16 اي دي بتتأثر في البولس بيمفوجويد او الفاريانت بتاعه، في جزء تحتها في نفس المنطقة ان سي 16 اي ده بيتأثر في السيكاتريش في اللينير اي جي اي بولس ديرماتوز. اما السيكاتريشال بيمفوجويد ياخد الجزء الديب خالص، وعشان كده بيعمل سكارينج وديستروفي. اخيرا في انواع اخرى يعني بتبقى less significant زي التايب 5 كولاجين، وده بيمثل 5% او اقل من الديرمال كولاجين، وده برضو ممكن يحصل له ميوتيشن في بعض انواع الاهلر دانلوس سندروم. كمان التايب 6، تايب 6 ده برضو كميته اقل كمان عن 5، بيبقى ماينور، وممكن يحصل له ميوتيشن في بعض الامراض اللي ريتد للمصل، لكن ملوش تاثير كبير في السكين بتاعنا لان هو له ماينور رول. بكده يبقى احنا عملنا استعراض سريع للسكين كولاجين، الاستراكشر بتاعها، الفورميشن، الموديفيكيشن اللي بتحصل فيها، عملنا ديستريبيوشن لاهم الكولاجينز اللي ممكن تبقى موجوده في الجلد وتعمل لنا امراض، سواء امراض جينيتيك او بولس، وفي النهايه ممكن ان شاء الله نكمل بعد كده باقي الموضوعات دي في محاضرات جاية إن شاء الله.